رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله تشوفوا معي واحد طنجية على الطريقة ديالي، كنديرها أنا نهار 15 في رمضان. تقبل الله منا ومنكم. عندي هنايا ديال الدجاج اللي غندير اليوم، غندير ديال الدجاج، راها كطيب دغيا نص ساعه حتى لساعه على عافيه مهيله، راها كطيب دغيا دغيا. المهم عندي هنايا في المقادير، عندي هنا واحد الدجاجه على حسب الكميه اللي بغيتو، نص دجاجه اولا دجاجه. المهم انا عندي هنايا دجاجه، عندي هنا معلقه صغيره ديال السكنجبير، وعندي هنايا راس معلقه، عندي هنا راس معلقه ديال كنوره ديال السمن، كنوره ديال السمن كنأكد عليها ولكن ما كنكثروهاش، كندير غير راس هذا راس معلقه. عندي هنا الحامض مصير، عندي هنا الخرقوم اولا الملون، عندي هنا معلقه معمرش ديال البزار، وعندي هنا معلقه ديال الملح معمرش بزاف حيت غندير الحامض مصير. عندي هنايا 4 ديال الدروس ديال الثومه كبار محكوكين، كوكي مزيان. وعندي هنا من طبيعه الحال طنجيه، ها هي هنا غنغطيها بطابي الومنيوم واحد بلاستيك باش غنجمع. وهنا عندي نص كاس ديال الزيت البلديه والروميه مخلطه الزيت بجوج، وهنا عندي كاس ديال الماء، ها هو ما عامرش بقالي شويه، كاس لاروب المهم ما عامرش. على فكره انا راه كنطيبها على الفاخر، تنوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش كندفنها وسط المجمر، وسط المجمر ديال الفاخر كندفنها فيه وكنخليها كطيب على المهل ديالها بشويه عليها. حاولوا ما تكثروش ليها الفاخر، ديروا غير القياس، طيب نص هذه ساعه بشويه عليها كطيب على المهل ديالها وراه كطلع. يا سلام، كنقول لكم غير جربوها وردوا عليا. المهم غنبداو ان شاء الله، بسم الله غنشد دابا ديك معلقه معمرش ديال البزار، معلقه معمرش ديال الملح قد هذا القياس، سكنجبير معلقه، مع الدجاج كيحتاج للسكنجبير. عندي هنا دوك 4 الرصوص ديال الثومه كبار محكوكين، يعني راه الثومه كتجي مع الدجاج زوينه، يعني ديروا الدروس يكونوا كبار. عندي هنا داك الملون اولا الخرقوم، اللي عنده الزعفران شعره من الاحسن يديرو غيكون زوين. عندي هنايا داك راس معلقه ديال كنوره ديال السمن، غنزيد عليهم دابا داك نص كاس ديال الزيت ما بين البلديه والروميه. بسم الله غنخلط هاد العناصر مزيان، راه كنقول لكم غير جربوها، راه واخا تكوني ما عمرك درتي الطنجيه في الدار راك غديريها بهاد الطريقه هادي وغتذوقيها وتردي عليا ان شاء الله. غنخلطوا هاد المقادير مزيان هكا، صافي غنجيب دابا داك الدجاج اللي عندي، بسم الله غنجي ندير ليه بحال هكا غير شويه، غنجي ندوز عليه داك الخليط داك التشرميله ديالنا على هذا الشكل. كنحاولوا البلايص اللي فيهم الهبرات بزاف نتقبوهم شويه باش كتدخل ليهم داك ديك الشرموله مزيان. نفس الطريقه كذلك غندير لهاد الاخر، راه نهار 15 كل واحد وكيفاش كيدير الدجاج، انا هذه هي الطريقه اللي كندير ليه في رمضان. المهم انا عندي هنا الطنجيه راها صغيره ما كبيراش بزاف، تنشوف شحال غتهز ليا.
راه الطريقه كتطلع بنينه، يا سلام ما تبعوش منها. هنجي دابا ناخذ الطنجيه اللي عندي، بسم الله، نحط فيها داك الدجاج على هذا الشكل، كنظن صافي على حساب انا عندي صغيره ما غاديش نعمرها بزاف اكثر من القياس. داك الشرموله دابا اللي بقات لينا نزيدوها عليها من الفوق على هذا الشكل، غنزيد عليها داك الحامض مصير محيده لي داك اللب ديالو. غنزيد عليها داك كاس معامرش ديال الماء، صافي هاد القياس. من بعد غناخد هاد البابي الومنيوم اللي عندي على هاد الشكل، غنسدها مزيان. عندي بطبيعة الحال واحد لاستيك باش غنجمعها، صافي على هاد الشكل. غنجي لهاد الوسط غندير فيه واحد تقيقيبات صغار هكا باش كتهوى لينا، ما يكونوش بزاف، وصافي ان شاء الله نوريكم الطريقه كيفاش كنطيبها. دابا عندي هنا المجمر فيه الفاخر، ما تكتروش الفاخر كيف كنقول لكم، ديروا غير شويه غير القياس الا خصكم ديك الساعات، من بعد غتزيدوه. غنشدو دابا داك الفاخر غنديروه في الجوانب هكا في الجنب، هاد الوسط غنخويه كامله. راه كنقول لكم جربوا هاد الطريقه راه ناجحه 100%، والمذاق ديالها راه ما تبعوش منه. دابا غنجي بسم الله غنحفر هاد الوسط، انا راه عندي هنا سخون، غنحفر هكا مزيان. صافي على هاد الشكل كتكون عندنا واحد الحفره هكذا حفيره. غنجي دابا بسم الله نحط فيها ديك الطنجيه ديالي على هاد الشكل، كنحاولوا نصايبوها مزيان. صافي من بعد غنشد هاد الفاخر اللي عندي غنديرو في الجوانب هكايا، كلشي على هاد الشكل. راه نص ساعة حتى ساعة كتكون راه جاهزة وطايبة ان شاء الله، وراه كنأكد عليها المذاق راه ما تشبعوش منه. صافي على هذا الشكل، ديك الساعات الا خصنا الفاخر كنزيدو شويه بشويه، ما خصنا كنخلوها غير هكا كطيب على المهل ديالها بشويه. ايوا صافي تنطيب ان شاء الله ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. من بعد ما طابت لينا الطنجيه ديالنا على هذا الشكل، راه المهم انا خدات لي واحد ساعتين على فاخر يكون غير قليل، المهم على عافيه تكون مهيله ما تكونش الفاخر كثير. غنحلها معكم ان شاء الله، بسم الله كنخليوها حتى كتنشف، بسم الله. وعجاج على فكره يكون خليوه يكون كبير، يكونوا الطروفا يكونوا مقطعين كبار ما يكونوش صغار. ايوا راه كيجينا على هذا الشكل، كنشد هاد الحامض المصير كنديرو من الفوق. راه كنقول لكم غير جربوا الطريقه راها زوينه ما تشبعوش منها وكيطلع بنين. ايوا بالنسبه للطريقه ديال التزيين كل واحد باش غيزين، المهم كل واحد الطريقه ديالو باش غيزين، كليك تزيني بالزيتون والزبيبه ولا باش ما عجبك على هاد الشكل. عندي هنا بيض مسلوق، بسم الله،
صافي على هذه الطريقه. ايوا نتمنى تكون عجبتكم وغير جربوها، راه ما غاديش تندموا، راه طريقه زوينه وفي نفس الوقت راه كطلع بنينه كيف قلت لكم. غير هلي الطياب خليوها طيب على عافيه مهيله حتى كطيب لينا الدجاج مزيان مزيان. الا كتلاحظوا معايا ها كيفاش راه طايب، ها انا مابغيتش نخسرو، المهم راه طايب. طيب على المهل، طيب على الخط بشويه يعني. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديالو. بالصحه والراحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.